ثمة شعور لدى أعضاء لجنة الحوار الوطني بوجود تجاهل حكومي لمخرجات اللجنة خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخاب، تصريحات أدلى بها رئيس اللجنة ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري عقب لقاء جمعه بأعضائها. يأتي ذلك في وقت تعكف فيه الحكومة على إعداد مشروع قانون الانتخاب تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الأمة للسير في إجراءات إقراره، مشروع أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة على أن مخرجاته ينبغي أن تكون توافقية ومنطقية بالتزامن مع تأكيد مجموعة من الأحزاب القومية واليسارية على تمسكها بمخرجات لجنة الحوار الوطني القائمة على اعتماد النظام الانتخابي المختلط الذي ستبقى الكلمة الفصل فيه للسلطة التشريعية. توصيات لجنة الحوار الوطني لم يؤخذ فيها لا بقانون الأحزاب ولا في أي قانون تم عرضه عليها، لأنها غير شرعية، ومجلس النواب هو صاحب الولاية العامة على القوانين وعلى تشريعها، فنحن غير ملزمين بالأخذ بما أتت فيه لجنة الحوار الوطني. جدل محتدم إذن على قانون الانتخاب لم يرافقه آخر على قانون الأحزاب الموصوف بالتوافقي، والمنتظر أن يعرض هو الآخر على النواب وسط ترقب الساحة المحلية ولادة توأمين إصلاحيين عنوانهما قانونا الانتخاب والأحزاب. يزن الرماوي لبرنامج دنيا الصحافة.